انضم إلينا من القاهرة مراسلنا أحمد مهران. أحمد، بالطبع يعني نجاح قوات يعني الدعم السريع وأيضا دولة الإمارات العربية المتحدة في إيجاد هذه الوساطة ويعني إيصال كل الجنود المصريين سواء للسفارة المصرية أو للصليب الأحمر المصري، كيف تعبر عنها القاهرة وأيضا هذه الجهود التي قد تؤدي أيضا إلى وقف مثل هذا الاقتتال والتحارب الداخلي السوداني؟ بالتأكيد هناك ارتياح كبير في مصر بعد انتهاء أزمة احتجاز الضباط والجنود المصريين الذين كانوا محتجزين لدى قوات الدعم السريع في قاعدة مروي العسكرية. هذا التطور الإيجابي الذي يأتي بعد 6 أيام على اندلاع المواجهات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني. طوال هذه المدة لم تتوقف الاتصالات المصرية بطرفي الأزمة على أعلى المستويات وبالتنسيق أيضا بين كافة الأجهزة الأمنية في مصر والسودان. هذا التنسيق هو الذي أدى في النهاية إلى وصول نحو 150 ضابطا وجنديا مصريا إلى مصر على متن 3 طائرات نقل عسكرية أقلعت مساء أمس إلى القاهرة، وتم التأكيد على وصول هذه المجموعة ويشكلون أغلب القوات المصرية التي كانت في مهمة تدريبية عسكرية رفقة زملائهم بالجيش السوداني في قاعدة مروي العسكرية. تم وصولهم بصحة وسلامة وبحالة جيدة بحسب بيان المتحدث العسكري المصري في مرحلة أولى. أما المرحلة الثانية التي جرت صباح اليوم وهي نقل باقي المجموعة وعددها 27 جنديا كانت لدى قوات الدعم السريع، تم نقلهم بالتعاون أيضا بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والسلطات السودانية إلى السفارة المصرية في السودان تمهيدا لنقلهم إلى القاهرة في أقرب وقت ممكن متى سنحت الظروف الأمنية لذلك. بالطبع هناك جهود أيضا تمت بالتعاون بين مصر والإمارات والصليب الأحمر لتأمين وصول هذه المجموعة الأخيرة إلى السفارة المصرية في الخرطوم صباح اليوم، وبالطبع سيتم نقلهم في أقرب وقت ممكن. هناك أيضا اتصالات جارية بشأن الجالية المصرية في السودان وعددها 10,000 مصري أصبحوا في وضع العالقين بعد طبعا تعليق الرحلات الجوية بين مصر وبين القاهرة والخرطوم منذ اندلاع المواجهات يوم السبت الماضي. حتى الآن نصف هذا العدد على الأقل من الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات السودانية. بالطبع هناك اتصالات مكثفة تجريها السفارة المصرية أولا بأول مع هؤلاء الطلاب والجالية بشكل عام للاطمئنان على أحوالهم، لا، وتهيئة السبل لإخراجهم من الخرطوم في أقرب وقت متى سمحت الظروف الأمنية لذلك. بالطبع. طيب أحمد، يعني حين سؤالنا المستشار السياسي لقائد الدعم السريع هو قال أن كل ما لديهم من ضباط وحتى من جنود تم تسليمهم إلى الجانب المصري، لكن السؤال بالنسبة لباقي الجنود أو الضباط الموجودين الآن في السودان، هل تتحدث القاهرة عنهم؟ كم أعدادهم؟ هل سيصلون أيضا؟ هل هناك معلومات في هذا؟ المعلومات المتاحة أن إجمالي عدد الضباط والجنود الذين كانوا بحوزة قوات الدعم السريع يبلغ نحو 177 ضابطا وجنديا. ما علمناه وصول دفعة أولى أو معظم هؤلاء الضباط والجنود وصلوا على متن 3 رحلات جوية بطائرات نقل عسكرية مصرية أقلعت مساء أمس من الخرطوم إلى القاهرة تقل ما لا يقل عن 150 ضابطا وجنديا. المجموعة الباقية وهي 27 ضابطا وجنديا تم نقلهم بالفعل وتم تسليمهم إلى السفارة المصرية في الخرطوم. صحيح أنهم لم يغادروا الأراضي السودانية حتى الآن، لكنهم أصبحوا بحوزة السفارة المصرية وسيتم طبعا نقلهم إلى القاهرة في أقرب فرصة وفق معطيات التطورات الأمنية على الأرض. بالطبع ما ذكرته قيادة قوات الدعم السريع بشأن إخلاء سبيل كافة العناصر المصرية التي كانت في هذه المهمة التدريبية هذا صحيح، لكن من وصلوا بالفعل هم معظم القوات التي كانت موجودة في هذه المهمة. ما زالت هناك مجموعة أخرى متبقية لدى السفارة المصرية، لكن ما يمكن تأكيده هو انتهاء عملية احتجاز هذه المجموعة من الضباط والجنود الذين تم التأكيد من قبل أنهم كانوا في مهمة عسكرية ولم يكونوا في مهمة لدعم أي طرف على حساب آخر في هذه المواجهات الدائرة. مصر بالطبع يعني تدعو إلى التهدئة
وتضغط على الطرفين من أجل التهدئة وضبط النفس والالتزام بالهدنة التي الهدنة الأولى والهدنة الثانية التي لم يتم الالتزام بها حتى الآن. هذه الهدنة التي ولدت هشة، كانت مصر تأمل أن يلتزم الطرفان بهذه الهدنة خاصة مع قرب عيد الفطر، وبالطبع هناك احتياجات إنسانية سواء لدى الشعب السوداني المواطنين المدنيين أو الجاليات الأجنبية في السودان ومنها طبعا الجالية المصرية. هناك أيضا جهود مصرية وإماراتية وتعاون مشترك لإقناع الطرفين بالحوار وتغليب لغة العقل والحكمة بدلا من اللجوء إلى السلاح، لكن بالطبع هذا يتعارض مع التصريحات الواردة من كلا الطرفين بأن المعركة على الأرض هي ما ستحسم الأمور. من القاهرة مراسلنا أحمد مهران، شكرا لك أحمد.